مرحبا بكم اصدقائي من جديد على قناتنا شادي يوتيوب. قبل ما نبدا الفيديو اصدقائي صلوا على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وحطوا لايك لهذا الفيديو اصدقائي واشتركوا في القناه خلينا نوصل 2000 مشترك في اسرع وقت. واليوم معنا اصدقائي تكمل من سلسله صعود الى الماكس في بطوله العالم. واليوم راح نلعب مجموعه جديده وهي راح نوريكم اياها الان، وهي اصدقائي مجموعة الديناصورات، لكن مضيوف فيها بطاقة جميلة جدا راح نستهلكها في السكيل الخاص لهذه الشخصية. وهذا السكيل اصدقائي خلينا نحط نورمال صمم، لكن نستبدل البطاقة من يدنا وضعية هجوم. بعد ما نضيف هذا الواحد وحش اصدقائي اللي هو من نوع النورمال صمم نقدر ندمره عن طريق السيرفر في الاند ونجيب اي ديناصور، او يا اصدقائي نقدر نبدله باي وحش عند خصمنا عن طريق هاي البطاقة المميزة جدا تقدر تحصلها من الرينك الدولي اصدقائي، يعني بطاقة تيكت اس ار يا اصدقائي. اوكي اصدقائي صراحة يا اصدقائي ما جربت المجموعة فلتس جو، خلينا نجرب المجموعة. ننتقل الى اول مبارزة. راح اعمل معكم اصدقائي سلسلة جديدة ايضا، لكن بعد ما نخلص هاي السلسلة وهي سلسلة صعود الى ملك اللعبة. اذا حابين هذا الشيء لايكم يا اصدقائي، لايكم بحمسني. خلينا هلا نشوف راح نصعد في المجموعة ام سوف نخسر. تمام اصدقائي راح نضيف هاي من هدورنا. تمام اوكي عند الرز. اوكي بس انا ما خلصت. هجمت خطأ يا أصدقاء، المفروض أهجمهم في جنتريت. سوري أوكي نفعل السكيل. صراحة سكيل رهيب. هو معاه هلا كوريبو يا أصدقائي، هلا راح يفعله. والله ما فعله، يبقى ما عنده. اوكي المفروض اصدقائي تهجموا في هذاك الوحش الجنتريكس هذا، لانه ما بيقدر تهجم في هجوم مباشر، يعني بس على الوحوش. اوكي هذا موسم جديد.
شوف المبارزة القادمة. شوف هلا شو راح تكون المبارزة. اوكي ماكسيمم بيجاسوس تقد سكيل ماينس كان. هلا منشوف ستون وورل. اوكي يعني هلا معنا ستون وورل. اوكي جلنا تون كينج دام. اوكي هذا مثال السكيل يا اصدقائي لازم تحطه وحش بعد تفعل السكيل. تمام اصدقائي احنا راح نرجع هاي البطاقة بعدها ساعر قدرة خاصة لها مثل ما انتو شايفين اصدقائي. وهلا بنهجم اوكي تون طارق ما فيش مجوع اتمنى ما يكون معك. تمام حلو شكرا لك انت فدتني كثير اصلا. اوكي راح نفعل السكيل نجيب هلا هاي. تمام هلا بنفعل هاي وبتدمره يا اصدقائي بتدمره التونكينج دم هاي مو هاي بتدمره هاي صراحة ما متذكر إذا دمرت هاي أنا هل سيبقى. لا لا دمر دمر هاي دمر هاي سيبقى. هلا بتعالوا هاي لا سحب. شفتوا أصدقائي كيف آلية اللعب ما لقى اي مجال. شكرا لك على المبارزة. تمام شوفوا المبارزة الثالثة. Thank you.
اوكي دكتور كراولر اكيد نشد بيه. سحب مجيد اوكي فعل سكيل اوكي ونضيف هاي مهدارنا قبل ما فعل قدرة الخاصة لازم ندمر له اياه اصدقائي لان هو هلا من نوع نورمال صنع وهلا مندمر له كفاح وهلا منجيب ديناصور الاخر فقط بتاع قدرة السكيل وسحب ثانك يو صديقي سو شباب صراحة مبارزات حلوة كتير وانا قلت لكم ما بلعب الا معكم وهلا صعدنا ليفل 18 ف جميل جدا راح اترك لكم رابط المجموعه اللي عملناها هاي في الوصف ان شاء الله حتى تقدروا تسووا مثلها هي بطاقات بس فقط من الايفنت وهذيك بتشتريها من الرينك الدولي اصدقائي اوكي اصدقائي خلينا هلا نسحب ونجرب حظنا في ال 300 وإشي هدول 350 فأتمنى يكون حظي هالمرة جيد نشوف هلا اوكي اوكي اي شيء اعطوني اي شيء يعني صراحة اوكي اي شيء اي شيء هلا بام ماي جاد صراحة هذه البطاقة بدي اياها بس انا رصدت البوكس لانه فقط ضل 3 وحوش فلازم اعمل هيك حتى يطلع لي الفخ اوكي ما في شيء ما في شيء اعطوني الفخ اعطوني الفخ فقط ما في شيء اوكي صعب مثلي فقط وان يو ار صح انا بدي اكمل مجموعة قصة التيرور حتى الان معي بس فخ واحد وصار معي وحشين فخ واحد وحشين واو بدي اخلص كمان ايضا تكملة الريد ايز صراحة بطاقة رهيبة فقط يا اصدقائي بتمنى انه الفيديو عجبكم اصدقائي والمجموعة عجبتكم
هذا حبيتوا هذا الشيء وحبيتوا اي سلسلة اصدقائي دعموني باللايك واشتركوا في القناة واشوفكم في فيديو جاي. مع السلامة.